برتبة لواء. معي الآن من دير الزور محمد الخليف مراسل شبكة شام. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك محمد. بداية، ما تفاصيل الغارات التي شنها طيران التحالف الدولي على أبار ومصافي النفط في دير الزور اليوم؟ نعم لوي، حقيقة يعني ما يزال طيران التحالف الدولي يواصل غاراته الجوية على مناطق وقرى وبلدات ريف دير الزور، أو بالأحرى على مناطق تمركز عناصر تنظيم الدولة. طبعا خلال 48 ساعة الماضية حقيقة شهدت قرى بلدات ريف دير الزور 10 غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة. طبعا الغارات الجوية كانت متمركزة هي يعني بالضبط على المصافي النفطية وعلى حقلين. يعني لو وضحت ذلك وأعطيتني المجال الكافي لشرح هذه الغارات، طبعا الغارات تمركزت أولا استهدفت بئرا للنفط أو للبنزين بالقرب من حقل غاز كونيكو. طبعا حقل غاز كونيكو واقع في بادية إخشام بريف دير الزور الشرقي. طبعا هذه الغارة دخلت مجزرة مروعة راح ضحيتها 10 شهداء، من بينهم 4 شهداء تم التعرف عليهم وتم توثيقهم بالاسم الثلاثي. طبعا هؤلاء العشرة والستة شهداء الباقية بينهم 4-6 جثث متفحمة لم نستطع التعرف عليها نتيجة احتراق البئر وانفجار للبئر. أيضا هناك 6 مفقودين لم نجد لهم أي أثرا، يعني الحصيلة 16 مفقود أو 16 شهيد. طبعا جميع هؤلاء جميعهم مدنيين، أنا أركز هنا على نقطة أنهم مدنيين، يعني ليسوا مقاتلين يتبعون لتنظيم الدولة. طبعا هؤلاء هم عبارة مدنيين يشتغلون في مادة النفط، يعني عبارة عن تجار يقومون بالاسترزاق من مادة النفط من هذا البئر. أيضا الغارات الجوية الأخرى استهدفت كلها من بادية الجري وبادية الطيانة وأيضا بادية القرية وأيضا بادية الحريجي. طبعا كل استهدفت مصافي للنفط. طبعا سقط خلال هذا الشهيد واحد في بادية الجري، أيضا هو مدني هو كان صاحب إحدى المصافي النفطية. هذا بالنسبة للغارات الجوية التي شهدتها. طبعا الغارات الجوية طبعا هناك سقط هناك قتلى في صفوف تنظيم الدولة في بئر يعني بالقرب من بئر الشام الذي استهدفه الطيران. طبعا لا يوجد لدينا إحصائية نتيجة التكتيم الإعلامي الذي يفرضه. النقطة الأهم أن هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها شهداء مدنيين جراء الغارات الجوية. طبعا محافظة الغارات الجوية بدأت منذ حوالي شهر، يعني منذ حوالي 21 الشهر الماضي على المحافظة. البارحة تم تسجيل أو سقوط لشهداء مدنيين. محمد حظنا الاتصالات سيء اليوم. أشكرك محمد الخليف، فقدنا الاتصال معك، كنت معنا من دير الزور. ننوه مشاهدينا الكرام إلى أننا وأثناء